حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخلاصة يأتيكم من, من المركز الجامعي للاتصال والإعلام ومن رحاب المكتبة المركزية نطل عليكم كيف يمكن لنا اتخاذ القرار السليم ومتى نسقط في الانحراف في عملية اتخاذ القرارات نواجه مشكلات في التنظيم ومشكلات إنسانية ومشكلات اقتصادية كيف نقوم بمواجهتها كيف يمكننا حل مشاكل القرارات باستخدام المقارنات الثنائيه؟ إدارة المخاطر هل تجعلنا نتجنب تلك المخاطر أم نواجهها للتغلب عليها؟ هذه الأسئلة وأسئلة غيرها نطرحها من هذه الحلقة لبرنامج الخلاصة على ضيفنا سعادة الدكتور ملفي بن عيادة الرشيدي أستاذ تحليل القرارات والبيانات بجامعة الملك فيصل وعميد كلية المجتمع في بجيك وقبل البدء دعونا نتعرف على ضيفنا من خلال هذا التقرير. مجددا اعزائي المشاهدين ونرحب بضيفنا لهذه الحلقه من برنامج الخلاصه دكتور ملفي بن عياد الرشيدي اهلا بك دكتور حياكم الله اهلا وسهلا بكم وان شاء الله تكون اضافه جديده ان شاء الله وجميله لكم وللمشاهدين باذن الله ونحن نشكرك دكتور لقبول الاستضافه دعني ابدا معك دكتور حول اطروحه الدكتوراه كانت متعلقه باسلوب المقارنات الثنائيه لحل مشاكل القرار متعدده السمات والمعايير. لو اردنا ان نقترب اكثر من هذه الاطروحه ونتحدث عنها في اطار اتخاذ القرار. نعم. اتخاذ القرار او صناعه القرار هو المفهوم عادة يتخذ على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول. وتتراوح القرارات بين قرارات بسيطة جدا قد يتخذها الانسان بشكل سريع جدا وبشكل عفوي وبين قرارات متوسطة وبين قرارات معقدة ويعتمد على النتائج المتحصلة من القرار. وبالتالي فنحن نقول بأن مثلما أن الحياة عقيدة وجهاد فإن الحياة مبدأ وقرار فحياه الانسان قائمه بشكل عام على القرارات التي يتخذها عندما يبلغ الرشد او يكون قادرا وواعيا ومدركا لعمليه اتخاذ القرار. فيما يتعلق بالرساله هناك جزئيه متعلقه بمفهوم القرار وما هي الاجراءات والعمليات التي تصاحب عمليه القرار. من ناحيه علميه طبعا مم. هناك العديد من الـ الـ الاساليب والطرق المستخدمه التقنيه والرياضيه والاداريه مم. والنفسيه كذلك وبالنسبه للرساله يعني كانت متعلقه بمفهوم متعلق بالمقارنه الثنائيه يعني عندما يكون هناك مشكله قرار فاننا سوف نحاول ان نعمل على تجزئه هذه المشاكل الى الى مستويات. كذلك بالنسبه للقرار هو عاده يكون عندنا اكثر من خيار. دائما في في القرار اكثر من خيار. القرار الذي يحتوي على خيار واحد فقط هو ليس قرار بل هو امر واقع. كذلك نجد ان هناك ما يسمى بالمعايير بمعنى اخر ما هي المعايير او الأشياء التي يجب أن يأخذها الشخص متخذ القرار سواء كان فردا أو جماعة في الحسبان عند عملية تقييم هذه البدائل المستوى الثالث متعلق أيضا بعملية القرار هل يتخذ على مستوى الفرد أو على مستوى الأشخاص إذا نتحدث عن ثلاث مستويات متعلق بالخيارات أو البدائل المعايير ثم كون القرار فردي أو جماعي المقارنة الثنائية تعتمد على مقارنة في وقت واحد بين بديلين في ظل معيار واحد أو بين معيارين في ظل القرار العام وكذلك المقارنة بين شخصين معيار واحد لخيارات أخرى متعددة فنحن نتحدث عن سلسلة معينة أو هرمية لعملية اتخاذ القرار هناك العديد من الاساليب الرياضيه اللي مستخدمه، والشق الاول من الرساله كان يتحدث عن الاسلوب الرياضي الامثل الذي يعالج المشاكل الاخرى التي موجوده في الاساليب الرياضيه الاخرى التي تم اقتراحها من باحثين اخرين، ونحن نعرف عاده ان العلم هو مكمل لبعضه، بمعنى اخر العمليه عمليه تراكميه، فنحن نبدا من حيث انتهى الاخرين والاخرين اللاحقون يبتدون من حيث انتهينا. فكانت اشكاليه اختيار نموذج اثباته رياضيا ثم بعد ذلك تطبيقه على عمليه القرار في كل ما يتعلق بالمفاهيم المتعلقه بالقرار، فعلى سبيل المثال من ضمن القرارات او من ضمن المفاهيم المتعلقه به هو عمليه تحليل مستويات القرار. ما يسمى بعمليه اعطاء الاولويه او ما يسمى ب آه اعطاء نقاط آه الـ الـ عند مقارنه شيئين مع بعضهما سواء كان معيارين مع بعضهما او آه بديلين آه مع بعضهما نتحدث ايضا عن الانسجام او في عمليه القرار يجب ان لا يكون هناك تناقض في آه مكونات القرار او عندما او عند القيام كذلك باجراء المقارنه الثنائيه على سبيل المثال عندما اقول بان يعني في درجة معينة في الفصل الدراسي على سبيل المثال بان احمد افضل مثلا من عبد الله وعبد الله مثلا افضل مثلا من صالح فلا ياتي شخص اخر ويقول بان صالح افضل من الشخص الاول اللي احمد فيجب ان يكون هناك في اتساق او منطق في عملية التسلسل بين القرارات طبعا هذا يتم من خلال مصفوفة رياضية أو من خلال مصفوفة تعتمد على ما يسمى بإعطاء نقاط معينة للتفضيل الذي يقوم به الشخص ويجب في هذه الحالة أن يكون الشخص عنده ألمام أو إدراك في موضوع المشكلة نفسها دكتور إذا سمحت لو انتقلنا من, يعني من التنظير العلمي البحث إلى التساؤل وربما المشاهد يتساءل أيضا القرارات هناك قرارات على مستوى المؤسسات او قرارات جمعيه وقرارات فرديه ايهما اصعب حقيقه يعني ليس هناك يعني ما يسمى بقالب معين نضع فيه القرارات السهله او الصعبه احيانا يعتمد على القرار نفسه او على تبعات القرار وعلى المخاطر المصاحبه بالقرار فقد يكون هناك قرارات يعني روتينيه تتخذ بشكل يعني دائم في مستوى الإدارة، فمن حيث المبدأ نستطيع أن نقول بأن هناك قرارات تشغيلية وهي القرارات المتعارف عليها الروتينية التي تتخذ بشكل يومي، قد يتخذها أفراد أو قد يتخذها يعني في الـ في الإدارة نفسها في المؤسسة نفسها الشخص في اليوم يقوم بعدة قرارات أحيانا تكون شكل عفوي أحيانا تكون بشكل عفوي هل هذه تخضع لما أشرت إليه ابتداءً؟ من حيث أنه يبدأ يعقد مقارنات ويعني عملية رياضيه مثلا ليصل الى الى نتيجه؟ واقعيا لا، مم. لان هناك ايضا فيه يعني نقاط متعلقه ب يعني عمليه اتخاذ القرار، فمثلما هناك الاسلوب العلمي ايضا هناك الاسلوب القائم على التجربه مم. على الخبره كذلك على الحدس على الاستشاره، فكل هذه الاشياء عاده نقوم بها بشكل يومي، حتى الاشخاص المتخصصين جدا في عمليه القرار ليس كل مره ياخذ يعني قلما وورقه ثم يعمل مصفوفه الرياضيه او معادله الرياضيه فهناك يعني آه يعني عمليه القرار عمليه آه متداخله وعاده آه آه نظره الشخص وتقديره للمشكله بدايه صعوبه المشكله اهميه آه المشكله تبعات المشكله الخبره السابقه تكرارها آه كونها جديده كل هذه الاشياء آه يستطيع من خلالها الشخص انه يتجه الى الاسلوب الافضل سواء كان اسلوب مبني على الخبره او الاستشاره او القراءه او اتخاذ الاسلوب بشخصه او انه يذهب الى مثلا مجموعه اخرى او على مستوى الاداره فبس نتحدث عن القرارات التشغيلية ثم القرارات الموجودة في المستوى المتوسط وهي عادة يطلق عليها القرارات التكتيكية ثم القرارات الاستراتيجية فعادة القرارات الاستراتيجية تشغيلية تكتيكية استراتيجية نعم فعادة الاستراتيجية التي عادة تتبع الأسلوب العلمي ليس بالضرورة أن تكون المقارنة الثنائية المقارنة الثنائية هي قطرة من بحر فهي يعني أسلوب واحد من ضمن عدة أساليب كثيره جدا موجوده في عمليه تحليل القرار وبالتالي ليس بالضروره انك تتخذ دائما او تستخدم هذا الاسلوب بشكل مستمر قد تستخدمه في جزئيه بسيطه جدا نرى انه يعني الاسلوب هذا قد يكون نافعا ومفيدا لها لكن عمليه اتخاذ القرار او باقي سلسله القرار قد تكون مختلفه تماما ونتخذ أو نستخدم فيها أساليب وطرق <applause> هناك مقولتين، قرار مناسب وقرار غير مناسب، وقرار قرار صائب وقرار خاطئ. أيهما تراه أقرب؟ حقيقة لا بد أن نفرق بين النتيجة والقرار. <applause> بين النتيجة، فهناك قد يكون هناك قرار صحيح ولكن النتيجة المتحصل عليها خاطئة. أو ليست كما يجب، وأحيانا يكون نتيجة أو قرار يعني غير صحيح. وياتي بنتيجه جيده، فمن ضمن يعني الامثله المتعارف عليها في تحليل القرار، المثال آه الذي يقول بانه في الصباح الباكر آه يذهب الشخص وياخذ المظله. <applause> اذا كان يوم مشمس فعاده يعني آه ينظر بان هذا الشخص يعني آه ليس من الصائب ان ياخذ آه مظلته معه في يوم مشمس، لكن قد يتغير الجو. وفي المغرب او بعد العصر يهطل المطر على حساب طبعا انه يكون هناك تغييرات جويه غير يعني متنبا بها. فنلاحظ ان النتيجه كانت جيده لانه اخذ المظله معه. بينما القرار في وقته بناء على المعلومات والمعطيات اللي موجوده في وقته كانت غير صحيحه. الشخص الاخر الذي لم يذهب في الصباح ولم يأخذ المظلة نتيجة أن الجو مشمس وأن الأرصاد الجوية لم تتنبأ بوقوع المطر اتخذ قرارا صائبا وقتها لكن النتيجة التي وصل إليها عند هطول المطر لم تكن صائبة فهناك يعني تفريق بين النتيجة الجيدة وبين القرار الجيد لكن بشكل عام أساليب القرار وتحليل القرار تساعد في زيادة فرصتنا في الحصول على نتيجة جيدة للقرار الجيد الذي تم اتخاذه. دكتور كلامك يشير الى ان هناك يعني نسبية في 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 القرار واتخاذه، لكن ما اشرت اليه في بداية الحلقة تحدثت عن قضايا رياضية ومعادلات رياضية والرياضيات لا تعرف النسبية بل تعرف النتيجة المطلقة، بالتالي كيف نوفق بين هذا وذاك؟ نعم في الاحصاء عموما وفي الرياضيات تطبق المعادلة في ظل آه ظروف معينة ويجب ان تكون هذه الظروف حاضرة اثناء التطبيق. آه ما يسجد لاحقا عادة الرياضيات الرياضيات او علماء الرياضيات يحتفظون بهامش الخطا. ففي الاحصاء عموما او في التحليل الاحصائي او في التحليل الرياضي يكون هامش الخطا هذا موجود دائما. آه اضافة الى ذلك بان عملية اتخاذ القرار او عملية القرار هي ليست عملية رياضية بحتة. هي في نهاية المطاف الإنسان داخل في عملية اتخاذ القرار وعندما يدخل الإنسان في عملية فإن هناك جزء إنساني أو جزء ذاتي آه نسميها السبجكتف والسبجكتف هذه هي العملية القائمة على التحليل آه الشخصي أو التحليل الإنساني وبالتالي نجد أن هامش الخطأ آه يتواجد من الجانب آه البشري في هذه آه الحالة المقارنة الثنائية آه الميزة الموجودة لديها بأنها تأخذ في الاعتبار تفضيلات الشخص آه على سبيل المثال إذا آه أكثر واقعية هي آه أكثر واقعية نعم إضافة إلى أنها قريبة من الإنسان مم. وكل ما كانت قربة من الإنسان كلما آه بالتأكيد الخطأ أصبح آه يعني موجودا لكن مم. تحاول أن تقلله آه في الـ 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 الفصل الدراسي أو المقرر الذي أدرسه في آه جزء فيه متعلق بتحليل القرار ونتحدث عن الطالب عندما يتخرج مم. فهو في هذه الحالة في عملية البحث عن وظيفة نعم. عملية إيجاد خيارات أو بدائل فيما يتعلق بالوظائف على الإنسان أنه دائما يبحث ويحصل على أكثر من خيار إذا لم يحصل إلا على وظيفة واحدة أو عرض وظيفي واحد فهو بالتالي في هذه الحالة يعني سيأخذ هذا العرض الوظيفي إلا إذا توفر إليه إلا إذا قرر أن لا يأخذه م. فهنا أيضا أصبحنا في عملية قرار آه، نعم، فكونك تاخذ الشيء او لا تاخذه مهم. فنحن نتحدث الان عن خيار اخر لكن دائما نقول بان توفر البدائل الممكنه مهم. والبدائل الممكنه يجب ان يكون البديل او الخيار ممكنا حتى اذا وقع عليه الخيار يجب تنفيذه فيستبعد البدائل او الخيارات غير الممكنه فتحدثنا عن وجود بدائل تحدثنا عن وجود معايير الراتب مهم. وقت العمل على سبيل المثال المسافة بين مكان إقامته وبين العمل، كون العمل في هذه يعطي حوافز يعطي فرص للترقي مثلا أو لاستكمال الدراسة، فهناك عدة معايير نستطيع أن نقوم بعملية رصدها وهذه المعايير تختلف من شخص إلى آخر. آخر. لا شك. نعم أذكر من أحد الطلاب قال أنا بالنسبة لي ليس عندي مشكلة في المسافة. <applause> انا معي سيارة واستطيع ان اسافر لاي مكان. اذا هذا المعيار ليس فيه مشكلة. بالنسبة لهذا الطالب، <applause> لكن قد تكون مشكلة لطالب طالب اخر. وبالتالي نحن ايضا ناتي الى عملية وهنا دور المقارنة الثنائية. اعطاء وزن لهذه المعايير. اعطاء وزن لهذه المعايير يتم من خلال المقارنة الثنائية. بمعنى اخر المسافة والراتب. دكتور من من يتخذ القرار؟ اليوم يعني نتساءل يعني مثلا لو بسطناها اكثر ربما يشاهدنا رب اسره او اسره، من يتخذ القرار مثلا داخل الاسره او داخل المؤسسه؟ نعم. طبعا هناك ما يسمى بالاطراف المستفيده والتي تتحمل تبعات القرار، فعاده الشخص هو الذي يعني يقوم به. على مستوى الاسره نتحدث عن بناء منزل على سبيل المثال او شراء سياره. او دراسه مثلا الابن او الابنه في الخارج هذه كلها قرارات يفترض انها تدخل فيها الاسره اضافه الى انه هناك ايضا مفاهيم اداريه فيما يتعلق باتخاذ القرار القائم على المشاوره القائم على الدكتاتوريه او فرض الراي من شخص معين وهذه الممارسات قد تكون موجوده على مستوى الشخص لا يقبل استشارات الاخرين على سبيل المثال يضع رايا اخر ويصر على هذا الرأي مم. الذي يأخذ بمثابة قرار في نهاية مم. المطاف مم. هناك العديد من المداولات والنقاشات التي يفترض أن يعني تستخدم أو تجرى قبل الوصول إلى مم. ما يسمى عملية اتخاذ القرار فهناك عملية صنع القرار ثم عملية اتخاذ القرار اللي هو المرحلة الأخيرة صنع القرار يجب أنه كل الأشخاص المستفيدين أو الذين يجب أو تتوفر لديهم معلومات أو مخاطر لهم علاقة أو فوائد يجب أن يكون نعم داخلين في هذه الصناعة صناعة القرار بشكل أو بآخر يعني هم يدخلون في صناعة القرار ما الذي يقدمونه بالتالي؟ يعني ما الذي يضيفونه لكي نصل إلى اتخاذ قرار؟ نعم صناعة القرار مثل ما ذكرنا هي عملية يعني توليد للبدائل الممكنة ومناقشتها ثم ايضا مناقشه للمعايير المتخذه، وبالتالي عفوا دكتور البدائل الممكنه بالنسبه لمن؟ بالنسبه للشخص المعني بالقرار او بالنسبه للمؤسسه او بالنسبه للمستفيدين؟ نعم. كل معني باتخاذ القرار يجب ان يكون موجود، على سبيل المثال بالنسبه لبناء الخطط الاستراتيجيه اذا اخذناها نجد ان هناك عمليه معرفه الأطراف الداخلة أو المستفيدة من القرار، سواء كانوا مستفيدين داخليين أو مستفيدين خارجيين. يتم جمعهم طبعاً ثم يعني عرض نقاط القوة ونقاط الضعف، الفرص، التهديدات الموجودة، ومن خلال هذه النقاشات نصل إلى أن هناك بدائل قد تُكتشف من قبل أشخاص معينين في جزء معين. أو من أطراف معينين وقد تكون هذه المعلومة متوفرة لديهم بعكس الأطراف الأخرى مه. الأطراف الأخرى أيضا قد يكون لهم معلومة من زاوية أخرى بالتالي العملية عملية جمعية مه. عملية جمعية وعملية تراكمية قد يكون هناك أيضا ما يسمى بالقرارات المتوالية بمعنى آخر أن القرار هو عبارة عن مراحل مرحلة أولى ثم تنتقل نتائجها للمرحلة الثانية ثم تنتقل للمرحلة الثالثة حتى تصل للمرحلة الأخيرة الذي نتحدث عن القرار العامل العام بمعنى اخر هذه الاستراتيجيه يتم الموافقه عليها او لا يتم الموافقه عليها، لكن عناصر هذه الاستراتيجيه بنيت من خلال الاطراف والاشخاص او المؤسسات التي تستفيد في نهايه المطاف من هذه الاستراتيجيه. دكتور هل على مستوى المؤسسات هل نحن بصدد انشاء مثلا اداره خاصه بصناعه القرار داخل المؤسسه؟ حقيقة إذا تحدثنا من الجانب الحالي نعم أحيانا قد يكون صناعة القرار موجودة لكنها قد لا تسمى بعملية صناعة القرار هناك طبعا مسميات لها مثلا بحوث العمليات على سبيل المثال الإدارة العلمية نعم ندخل ايضا في موضوع الاستشارات وهذا ايضا موضوع اخر نظرا لانه احيانا القرارات تاتي عن شكل استشارات او مغلفه بطابع الاستشاره ففي نهايه المطاف كل ما تقوم خصوصا القرارات الكبيره يجب انه يكون هناك اجراءات علميه وهذه الاجراءات العلميه يجب ان تتخذ بشكل علمي مثل ما ذكرنا ومن ثم تنتقل الى المرحله مرحله النقاش آه، القرار ليس يعني عملية محددة، مم. أحياناً يبتدي بالنقاش وينتهي بالقرار، أحياناً مم. يكون البدائل آه، مطروحة ثم نبتدي بعملية تقليل من بين هذه البدائل حتى نصل إلى بديل واحد فقط، مم. فهناك عدة أساليب وعدة آه، طرق للوصول إلى آه، إلى عملية أو اتخاذ القرار، لكن في نهاية المطاف آه، الأسلوب الرياضي هو جزء معين قد يستخدم في مرحلة معينة ثم المراحل الأخرى قد تكون العملية عملية إدارية أو عملية إجرائية بحتة ولكنها مؤسسة على يعني معادلات أو على طريقة علمية دكتور اسمح لنا أن نأخذ قرار لنخرج فاصل ونعود كانت المرئيات الموجوده بالتاكيد من ورشه اعضاء تدريس لها يعني دور كبير في توضيح نقاط كبيره ربما كانت غائبه في الاتجاه الاخر ايضا يعني الورشه الخاصه بقيادات الجامعه اظهرت لنا الكثير من المرئيات المتعلقه بنقاط يعني اذا اخذت في الاعتبار وتم ايضا يعني ملاءمتها مع النقاط الاخرى ان تخرج الجامعه باهداف ومشاريع تخدم في ناحيه المطاف البحث العلمي واساليب البحث العلمي المستخدمه في الجامعه ان شاء الله حياكم الله مجددا اعزائي المشاهدين ونواصل حديثنا في هذه الحلقه مع سعاده الدكتور ملفي بن عياده الرشيدي عميد كليه المجتمع في بجيك اهلا بك دكتور حياكم الله اهلا وسهلا دكتور نتحدث هل هناك علاقه بين الابتكار والابداع واتخاذ القرار؟ الابداع موجود وداخل في كل شيء طبعا دائما الشخص المبدع او العمليه الابتكاريه عاده تسهل في كثير من الاشياء مهي. اتخاذ القرار هناك طبعا جانب علمي فيه وجانب فني. الجانب الفني هو عاده الموضع او المكان الذي يمارس الابتكار فيه دوره بشكل كبير جدا ويكون الفاصل بين الشخص او المجموعه او المؤسسه المبتكره والغير مبتكره. حتى بس نبسط المشاهد يعني هو كيف نطبق هذا القرار هو, هو الذي يمكن ان يكون فيه الابداع. كذلك أيضا عملية التنفيذ أو عملية يعني اتخاذ القرار. الابتكار أحيانا يرتبط بنوع القرار، قد يكون هناك قرارات روتينية قد يكون فيها مجال الابتكار ضعيف، وقد يكون الابتكار لاحقا لعملية اتخاذ القرار، يعني نتحدث عن الآلية أو تنفيذ هذا القرار، لكن القرار اتخذ. فهنا يأتي دور الإبداع. هناك بعض القرارات عادة القرارات أو المشاكل المعقده والمشاكل الكبيره يلعب فيها الابتكار والابداع دورا كبيرا لانها متعلقه في عمليه استخلاص البيانات استقراء ايضا البيانات الحصول على معلومات غير ظاهره و كثيرا ما نستخدم مصطلحات نظم دعم القرار ونظم الخبيره وهي نظم متعلقه بعمليه الحصول على المعلومات و البيانات وتوجيه القرار الى اسلوب معين، مثل ما ذكرنا هناك عده اساليب أو يعني اساليب كثيره جدا في عمليه اتخاذ القرار، فاتخاذ الاسلوب الصحيح في هذه الحاله يساعد مساعده كبيره في ان القرار يكون في نهايه المطاف قرار يعني جيد. دكتور هل الثنائيه التي اشرت لها هل تدعو الى مفهوم الشورى في اتخاذ القرار؟ قد يكون الشخص الذي يتخذ القرار أو يعني يسهم في اتخاذ القرار موجود كمستشار أو كمدير لأنه عملية الاستشارة يجوز أيضا من عملية اتخاذ القرار نتحدث عن الجانب الفني الجانب الفني عادة يكون مجال المستشار وبالتالي للمستشار ما يشاء ان يستخدم من اساليب علميه واساليب رياضيه او اساليب متعلقه في نظريات علم النفس. فنعم يستطيع في هذه الحاله خصوصا في القرارات المتخذه على الجانب الاقتصادي على سبيل المثال التي عباره عن ارقام وعباره عن معطيات بناء على معلومات يستطيع ان يحصل عليها، في هذه الحاله يعني يستخدم اساليب علميه ومن ضمنها المقارنات الثنائيه. دكتور اشرت الى القرار الجيد وحسب ما فهمت منك ان القرار الجيد هناك فيه جزء متعلق بالمخاطر. اداره المخاطر واتخاذ القرار كيف نفهم هل نحن نتجنبها ام نواجهها؟ نعم. تحليل القرار عاده هناك ثلاث ظروف موجوده في ظل اتخاذ القرار. اما ان يكون الارقام المعطاه مؤكده او المعطيات بشكل عام سواء كانت ارقام او غيرها مؤكده واحيانا ندخل في ظل عدم التاكد. ايضا ممكن ندخل في ظل المخاطر. فنجد ان هناك ثلاثه تقريبا مظلات نعمل تحت واحده منها. القرارات المؤكده هي المعطيات تكون مؤكده منذ البدايه حتى النهايه وبالتالي نحن ضامنين او الارقام المعطاه او المعطيات والمعلومات مضمونه وبالتالي يتخذ القرار بناء على هذه المعلومات الموجوده لدينا. الاشكاليه في التفريق بين اتخاذ القرار او تحليل القرار في ظل عدم التاكد وفي ظل المخاطر. ويعني قد يكون التفصيل فيها من ناحيه رياضيه مزعج نوعا ما للمشاهد لكن بشكل عام دائما نقول بأن المخاطر تكون الاحتمالات معروفه أو نستطيع أن نقدر الاحتمالات الخاصه بالبدائل أو حالات الطبيعه اللي موجوده عندنا ونتكلم عن حالات الطبيعه هل سيكون في ارتفاع أو انخفاض مثلا أو بقاء الوضع على ما هو عليه مثلا في في مشروع معين على سبيل المثال سواء كان مشروع تجاري أو مشروع اقتصادي. في ظل عدم التأكد الحالات هذه موجوده لدينا ولكن لا نستطيع أن نقدر سواء نحن او اشخاص يعني خبراء في هذا المجال او بناء على تجارب او خبرات سابقه او حتى بناء على خبرات النظراء لا نستطيع ان نقدر هذه الاحتمالات وبالتالي سوف نستخدم الاساليب والتقنيات الخاصه بصنع القرار في ظل عدم التاكد في ظل المخاطر نستطيع في هذه الحاله ان نثمن او نقدر او نقيم الاحتمالات هناك يعني وسائل كبيره جدا لتقييمها وبالتالي نعم المخاطر هي جزء من عمليات اتخاذ القرار ولكن يجب ان نحدد من البدايه التسلسل الذي ياخذنا الى ان هذا القرار له علاقه بالمخاطر والتبعات. دكتور اثناء اتخاذ القرار هل نحن نواجه هذه المخاطر ام نحاول تجنبها؟ تقريبا هناك عده انماط من عمليه المخاطر. التجنب او التحكم في هذه المخاطر او القبول بها فيعني ليس دائما يعني ليس دائما ان نتجنب هذه او ليس باستطاعتنا حقيقه ان نتجنبها ولا هذا هو تقريبا الحل الافضل والأمثل بالنسبه لنا هو تجنب المخاطر لكن اليه مقابلتها او القبول فيها او التحكم فيها هي من الاشياء التي عاده تكون من الامور الفنيه التي يلجا لها الاداره على سبيل المثال التامين هو احد يعني التعامل مع المخاطر وهناك ايضا عده ايضا اوجه اخرى للتحكم او التعامل مع هذه المخاطر. دكتور من يحدد ان هذه مخاطر بالنسبه للقرار الذي يريد اتخاذه؟ نعم. آه عادة دعنا نبسطها اكثر للمشاهد لا. على مستوى مثلا الاسرة وعلى مستوى المؤسسة نأتي بعد ذلك. نعم. في الحقيقة لما نتحدث عن القرار وتبعات مه. القرار. مه. آه على سبيل المثال انشاء آه يعني مبنى جامعي. مه. نتحدث عن انه هذا المبنى موجود في المدينة الجامعية وهناك عدة مخاطر قد تكون موجودة فنبدأ بعملية رصد هذه المخاطر سواء كانت مخاطر بشرية توفر مثلا الجانب البشري للقيام بمشروع الجانب المالي توفر ميزانية أو مصادر أخرى غير الميزانية مثلا مصادر دخل ذاتي نتحدث عن مشاكل قانونية على سبيل المثال مشاكل إدارية فيما يتعلق ماذا لو المقاول على سبيل المثال توقف في منتصف البناء ماذا لو تم اكتشاف مثلا أخطاء هندسية أو أخطاء فنية كبيرة فهذه الأخطار عادة ترصد ثم ينظر إلى احتماليات وقوعها مثلا في هذا المشروع أو في هذه القضية على سبيل المثال ثم ما يسمى بالتأثير أو تأثير وقوع مثل هذا الخطر فعاده اما يكون تاثير بسيط جدا وهذا ممكن يعني التعامل معه او قد يكون تاثير كبير جدا. ثم نذهب بعد ذلك الى ايجاد ما يسمى بالمصفوفه. مه. مصفوفه الخطر وهي طيب باختصار شديد عباره عن ناتج المحصله التي وصلنا لها في الاحتمال في ما وصلنا اليه من ناحيه التاثير. ثم بعد ذلك نذهب مثل ما ذكرت الى عمليه التحكم بالخطر، القبول به او آه عملية آه العمليات الأخرى التي آه يعني تكون مرتبطة بتأثير هذا الخطر دكتور لو ما هي الأشياء التي تعزز عند الفرد القدرة على اتخاذ القرار الجيد؟ نعم القرار الجيد إذا أخذناه يعني بعيدا عن الجانب الدراسة فهو يعتمد على يعني الخبرة وعلى الحكمة وعلى الوعي بمعنى آخر تحاول قدر الإمكان أن يكون لديك معلومات كاملة عن هذه المشكلة ونحن نعرف أنه قبل العصر الحديث الذي ظهرت فيه الإنترنت وأصبح بإمكان الشخص أنه يقرأ كتابا في تحليل القرار أو يستخدم برنامجا معينا في اتخاذ القرار كانت القرارات في السابق تتخذ بنمط معين قد تكون بطيئة نعم لكن في نهاية المطاف قائمة على أنماط بشرية وليست على أنماط رياضية لكن في الوقت الحالي دائما أفضل أن الشخص يحصل على المعلومة الكاملة والمتكاملة حول المشكلة بمعنى آخر أنه لا يعتمد فقط على وجهة نظر واحدة اللي هو وجهة النظر المتمثلة في هذا الشخص النظر والنقاش مع الأشخاص المرتبطين عادة في مثل هذه المشكلة أو اتخاذ القرار البحث في الانترنت هناك برامج مجانية بسيطة جداً جداً، يعني من ضمنها اللي هو اتخاذ القرارات المالية، تنقلك من الخطوة الأولى إلى الخطوة الأخيرة بسلاسة، ودون أن يأخذك إلى المعادلات الرياضية. لكن كل ما تقوم به هو إدخال الأرقام أو المعطيات أو المعلومات الموجودة لديك، يقوم هذه البرنامج بتحليلها، وعادةً أن يطلق عليها النظم الخبيرة في هذه الحالة. لأن هذه تقودك إلى اتخاذ القرار بناءً على المعطيات الموجودة لديك. أحيانا هذه البرامج إذا حدث تناقض مثلا أو يعني ازدواجية مثلا في نقطة معينة توضح لك أن هناك شيء ما حدث. لكن في نهاية المطاف يجب أن يكون الشخص الذي يتخذ القرار راشدا وهذا دائما نحن نتحدث عن الرشد في عملية القرار أو الوعي في اتخاذ القرار وهذا يعني بأن المعلومات التي تستقيها أو تحصل عليها أو حتى تستخدمها في اتخاذ القرار يجب أن تكون يعني معلومات واعية معلومات راشدة وليست موجهة بمعنى <applause> آخر لا تأخذ المعلومات التي ترغب أنت فقط أو تميل لها فقط وتستبعد المعلومات الأخرى المهمة ولكن الكثير نعم ولكن لا تسعى تحيز مثلا الهوى إلى آخره القرار هو عملية إنسانية ونحن نتحدث عن طبائع البشر وتفكير البشر وميل البشر فيما يتعلق بتجاربهم بوجهات نظرهم كونه يعني شخص يعني يميل إلى التفاؤل أو يميل إلى الجانب الآخر التشاؤم على سبيل المثال الجانب الودود الجانب الذي يحاول أن يكون يعني صارم ولكن بشكل يبعد الآخرين شكل الشخص الذي يتخذ القرار ويكون في هذه الحالة يسمع للآخرين ويشرك الآخرين في عملية اتخاذ القرار ولكن في نهاية المطاف نتحدث عن حكم شخصي يحكم العملية إذا كنا نتكلم عن يعني قرار على مستوى الفرد أو على مستوى الشخص دكتور ربما البعض يعني لا يفهم الاسس العلميه التي يقوم عليها اتخاذ القرار وقد يجد ان القرارات التي تتخذ على مستوى المؤسسات هي قرارات مثلا تعسفيه او او قرارات اعتباطيه نظير لقله فهمه او وعيه مثل هذه النوعيات الموجوده في المجتمع ونراها بشكل يومي تتذمر من كثير من القرارات كيف يمكن التعامل معها ونقلها من من عدم الوعي بالقرار الى الوعي؟ لا حقيقة القرارات مثل ما ذكرنا هي تعتمد على ايضا على التأثير آه، الذي يصاحب او التبعات التي تصاحب هذه مم. القرارات. آه، طبيعة البشر مم. انه يرغب كل كل الاشياء التي تكون في هذه صحيح. الحياة ان تكون بشكل طبيعي مم. جدا وكل ما يتمنى يعني يحصل عليه. آه، عملية القرار ليست سهلة وانا اعتقد انه الشخص الذي يتدمّر على سبيل المثال أو الذي لا يستوعب عملية اتخاذ القرار آه لو طبق هذا على نفسه لوجد لو أنه في أحيان كثيرة قد يتخذ قرارا آه لا يهوى ولكنه مضطر في هذه الحالة أن يتخذ هذا القرار على سبيل المثال يعني آه مثال بسيط جدا قد المشاهدين يعني آه يعني يكون اكثر يعني قربا منهم عمليه انخفاض مثلا الراتب على سبيل المثال مثلا مبلغ معين الى مبلغ معين فهو في هذه الحاله مضطر انه يتخذ قرارات في عمليه الشراء في عمليه الصرف آه لا يحبذ ان يتخذها ولكنه مضطر في هذه الحاله <applause> نعم ففي الحقيقه يعني عمليه اتخاذ القرار هي عمليه يعني آه يعني آه نقول انه زوايا قد لا يكون للشخص القدره على انه ينظر لها لانه مكان الشخص لا يستطيع أن ينظر ل يعني آآ وجهات نظر اخرى بعيده او تبعات اخرى متعلقه بهذا القرار، لكن في نهايه المطاف دائما نقول بان القرارات هي عباره عن خطوات. <applause> تاكد تماما انه احيانا قد يكون الشخص الذي اتخذ القرار على المستوى العام قد يكون مجبر على اتخاذ هذا <applause> القرار. مثلما انه على المستوى الشخصي قد يجبر على أنه يتخذ قرار معين فيما يتعلق بشراء سيارة للابن مثلا أو شراء جهاز للابن ولكن لظروف معينة على سبيل المثال أو أحداث حدثت مثلا يضطر في هذه الحالة أن يتنازل ويخفض البدائل أو الخيارات المتاحة لديه في نهاية المطاف القرارات هي الحياة ودائما الحياة لا تأتي بما يشتهي الفرد صحيح. او المجموعه او المجتمع او الدوله او حتى على مستوى مه. العالم اضافه الى ذلك ان هناك ما يسمى بالقرارات المتنافسه مه. الحياه ليست قرارا واحدا فقط مه. ولكن هناك قرارات قد تكون متنافسه مع بعضها البعض وبالتالي تحدث ما يسمى بعمليه المقايضه والمقايضه المقايضه تحدث فيها عمليه التنازل مه. التنازل في هذه الحاله ان الشيء الذي ترغبه قد مم. لا يتحقق ولكن تحصل على بعض من وبالتالي نحن نتحدث عن القرار الجيد مم. ليس كما تتمنى ولكن مم. على الاقل مرضي بالنسبه لك نوعا ما اذا هناك قرارات مؤلمه لكنها تكون اجدى للمؤسسه او للاسره او للفرد هو يعني يعني على مستوى الحياه على سبيل المثال هناك آآ يعني آآ القرارات آآ يعني فيما يتعلق في الصحه على سبيل المثال مم. او الامراض أبعد الله عنا وعنكم جميعا هناك قرارات قد تكون مؤلمة لكن في نهاية المطاف قرار يجب أن يتخذ إجراء عملية جراحية مثلا على سبيل المثال فقد يكون لها تابعات قد يكون لها احتمالات أيضا للنجاح واحتمالات أيضا للفشل ولكن في نهاية المطاف على الشخص أنه يتخذ هذا يتخذ القرار نعم هذا القرار الدكتور لك تجربة في اتخاذ القرار مع مجموعة من طلابك في الكلية لو تحدثنا عنها وتشير إليها نعم في الحقيقه انا يعني ادرس مقرر اسمه الاساليب الكميه في الاداره وهذا المقرر يتحدث عن بحوث العمليات او تقنيات بحوث العمليات وهو موضوع طبعا متشعب وموضوع كبير تحدث عن الاساليب الرياضيه بكافه انواعها في الحصول على يعني عمليه القرار فيه جزئيه متعلقه بالاسلوب الخاص بالبرمجه الخطيه وفي اسلوب متعلق بعمليه تحليل القرار. البرمجه الخطيه ايضا هي جزء من اتخاذ القرار على سبيل يعني في لكنها الجزء المؤكد من عمليه اتخاذ القرار بمعنى اخر المعطيات انها موجوده ومثبته من البدايه حتى النهايه. هناك الجزئيه المتعلقه بتحليل القرار في ظل المخاطر وفي ظل عدم التاكد. الذي يحدث عاده اني اطلب من الطلاب بعد تقديمي للاساليب الرياضية والتجارب الموجودة أن يقوم ببناء مشروع صغير. وهذا المشروع ينطلق من الشخص نفسه. أحيانا إذا رغب اثنين أو أكثر من الطلاب أنهم يقومون بهذا المشروع فممكن نسميه قرار جماعي في هذه الحالة. الفكرة هي كالتالي أنت موجود في هذه الحياة لديك أشياء يجب أن تقوم فيها. حتى عملية المذاكرة هي قرار في نهاية المطاف صحيح فخذ قراراً أو مشكلة موجودة لديك وحاول أن تقوم ببناء هذه المشكلة تعرف هذه المشكلة أعراضها ثم تقوم بعملية تحديد البدائل الممكنة لها ثم اختيار المعايير المناسبة لها سواء كان في مجال التوظيف في مجال الصحة في مجال الاجتماعي، الزواج على سبيل المثال، أحد الطلاب اختار أنه مثلا موضوع الزواج. قلنا الزواج موضوع في نهاية المطاف هو أقرار. صحيح. وعندك بدائل، هل لديك بدائل أو فقط شا... بديل واحد؟ قال عندي بدائل، ممتاز جدا. هل عندك معايير أو مواصفات؟ إذا في هذه الحالة المعايير موجودة. فقم بتكوين مشكلة أو هيكل لعملية اتخاذ القرار. دام البدائل موجوده ودام المعايير موجوده وتستطيع ان تقارن بين هؤلاء الطلاب. دكتور اذا سمحت لي نعم. ليست هناك دائما فرصه لعقد يعني هذه المقارنات، ربما يكون قرار يحتاج لحظي يعني يحتاج ان تتخذ قرار. ما هو الاهم في اتخاذ القرار فيما تبقى من الوقت معي اقل من دقيقه؟ نعم الجزء البشري مهم جدا في عمليه اتخاذ القرار، القرارات الوهميه طبعا هي او القرارات العفوية هي جزء من حياة الإنسان في هذه الحالة. دائما يقرن القرار بالتبعات. عادة إذا كانت تبعات القرار بسيطة جدا ومقدور عليها فقد يكون القرار عفوي وبشكل يعني آني. لكن كل ما كانت القرارات كبيرة دل ذلك على أن التبعات لها كبيرة أو المخاطر المحيطة بها كبيرة وبالتالي أنا أنصح كل شخص كل ما كانت التبعات اكبر كل ما كانت المخاطر اكبر ان يتانى في اتخاذ القرار وان يحاول ان يستخدم الجزء او الجانب العلمي في عمليه اتخاذ القرار مع الاستشاره ومع ايضا الحصول على يعني البرامج التي تساعد في عمليه اتخاذ القرار حلقتنا انتهت لكنها فتحت الدروب للكثير من الأسئلة الشكر كله لضيفنا سعد الدكتور ملفي بن عياد الرشيدي عميد كلية المجتمع في بقيك شكرا لك دكتور حياكم الله وأنا أسعد شكرا وشكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين هي خلاصات للمعرفة خلاصة القلم والفكر والمبضع خلاصة التجارب التي تضيف للمجتمع والناس التطور والخير دمتم بأمان وإلى الملتقى في خلاصة قادمة دكتور منفي ندعوك لكتابه خلاصتك باذن الله شكرا لكم